أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديوهات جديدة وأخبار جديدة. فيديو اليوم كالعادة سوف نتحدث عن خليل إبراهيم جيهان وسيلة تورك أوغلو. أخيرا خرجت أخت خليل إبراهيم جيهان بتصريحات وهي غاضبة جدا للإشاعات التي تتعرض لها عائلتها. المهم أصدقائي شاهدوا الفيديو حتى النهاية لتعرفوا تفاصيله. وكما يعلم الجميع يواصل خليل إبراهيم جيهان الصعود خلال لفت الانتباه بنجاحه وموقفه، وبالطبع هذه الشهرة والتقدم الكبير في عمله يقلق البعض، حيث يظهرون غيرتهم بالأخبار الكاذبة والافتراءات. وخليل إبراهيم في مقابلة له قال إنه لا يأخذ الأخبار المزيفة على محل الجد، ولكن الآن تعرضت عائلته للإيذاء وقال إن الأخبار تفيد بأن أسرته تعرضت للإساءة وأثرت عليهم هذه الأخبار كثيرا، وحتى أنهم تلاعبوا كما قال بوالدة خليل جوليا تايزي، حيث أنهم صرحوا بأخبار كاذبة قائلين أن والدة خليل إبراهيم جيهان لا تحب سيلة أبدا وتكرهها كثيرا وهي ضد سيلة. وكان هذا الخبر مثل الصاعقة على خليل وعائلته، حيث انتشر بشكل كبير، ولسوء الحظ الكثير من الناس صدقوا هذا الكلام. ونتيجة لشعبية هذا الخبر غضبت شقيقة خليل الكبرى من حجم التمرد، وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشور لها والدتي لم تتدخل في أي من قرارات خليل إبراهيم ولن تفعل ذلك، ونحن أيضا لم نتدخل في أخي أبدا، والحمد لله لم يخجل عائلته أبدا ولن يخجلها مهما حدث في حياته، وأمي لم تقل أبدا هذا الكلام. وإذا رأيت أخبار تعرض والدتي للإيذاء مرة أخرى فتأكدوا من أنني سوف أتخذ إجراءات قانونية ضدهم. كما خرج أيضا خليل إبراهيم جيهان بتصريح مضمونه أن سيلة هي الشخص الأكثر ثقة في هذه الحياة، ومما نفهمه ساعدتهم هذه الثقة في التغلب على المشاكل التي واجهوها مؤخرا، والاهتمام والعاطفة التي يبديها المعجبون في الخارج تجاه كلا الممثلين شديدين للغاية. لذلك أصبحت مئات الرسائل ترسل إلى خليل إبراهيم جيهان على الانستغرام، ويتم إرسال معظم هذه الرسائل من قبل الفتيات، وخليل يجذب انتباه الفتيات لأنه وسيم جدا، وهذا الوضع كما يقال يجعل علاقة سيلة غير مريحة للغاية، لأن سيلة تغار جدا على خليل إبراهيم. لا أعتقد أنه من الصواب أن تشعر سيلة بالغيرة من هذا الموقف، لأن سيلة امرأة جميلة جدا، ولهذا من السخيف أن تغار من النساء الأخريات. كما أن خليل إبراهيم لا يرد على أي من مرسلي الرسائل لأنه يحب سيلة تورك أوغلو كثيرا، والشخص الذي يحب لا يجيب على الفتيات، يجيب فقط على من يحب. لذلك لا ينبغي أن تغار سيلة تورك أوغلو من هذا الوضع، وخليل شخص مشهور جدا ومن الطبيعي أن يتلقى رسائل من الانستغرام. أصدقائي ومتتبعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.